الأزياء والألوان والحركات المصممة بعناية والعاطفة الجياشة والفرح هيمنت على خشبة المسرح، إضافة إلى الرقص في الهواء على الحبال أمام الأقارب والأصدقاء. لا تحتاج إلى معرفة الكثير من الكلمات بلغة أجنبية كي ترقص. كان الدافع لمعلمي الجمعية الإيطالية مختبر رقص الانسجام والأطفال العرب الذين شاركوا في المعسكرات الصيفية هو الرقص والفن. توجد لدينا صعوبة كبيرة في التعامل مع الأطفال، وهي الصعوبة اللغوية، فهم لا يتحدثون اللغة الإيطالية ونحن لا نتحدث العربية، ولكن بفضل الفن يمكننا التواصل. هذا ما نحمله معنا، إضافة إلى ابتساماتهم والقدرة على فهم بعضهم البعض من خلال الفن. هذه هي السنة الرابعة التي يصل فيها متطوعو هذه الجمعية الإيطالية من مونتي كاتيني تيرمي بالقرب من فلورنسا إلى الأراضي المقدسة. يفعلون ذلك من أجل الانسجام بين الشعوب من خلال معسكر صيفي يتم تنظيمه للأطفال والشباب ويركز أساساً على الرقص. كنت مع الأطفال الأصغر سناً، قمنا ببعض رقصات الباليه التمهيدية، ثم كانت هناك دورة الهيب هوب الحديث، ثم قمنا بأعمال فنية وورشة خاصة بالألحان الراقصة، وبعدها نبدأ بإعداد العرض. ما زلنا صغاراً والوقت هو فصل الصيف، لذا كان من الطبيعي الذهاب إلى الشاطئ بدلاً من ذلك نشعر أنه يتعين علينا المجيء إلى هنا. خلال أسبوعين فقط، رغم الصعوبات التي تواجهها هذه البلاد، كان 14 راقصاً شاباً يدرسون أكثر من 200 طفل من القدس وبيت حنينة وبيت لحم، وقاموا معاً بإعداد العرض النهائي الكبير. وتحدث الجميع خلال العرض عن اللقاء بين القديس فرانسيس والسلطان الملك الكامل، لكن قبل كل شيء أظهروا على المسرح جمال التعارف والصداقة. الفن له لغة خاصة، لغة تتجاوز كل الانقسامات بيننا وتتجاوز كل الجدران التي تفصل بيننا وتساعد في الجمع بيننا لكي يجعل الفن منا أسرة واحدة.